مخرج مسرحي ونائب رئيس نقابة الفنانين، والأستاذ محمد المهدي أيضا مخرج تلفزيوني ومسؤول الشعبة السمعية والمرئية عضوية إدارية، الأستاذ عبدالله الأسمر أيضا هو مسؤول الشعبة الفنون الموسيقية اللي كان من أعضاء الاحتياط أثناء الانتخابات، والآن بعد إجراءات مع العضو الإدارية السابق والاتصال مع بغداد هناك إجراءات بحق الأعضاء الذين لم يلتزموا بعمل النقابة أو تجاوزوا على النظام داخل النقابة لمصالحهم الشخصية، وأيضا أمور كثيرة تتعلق بتهميش دور نقابة الفنانين سواء كانوا في مناطق النزوع خارج مدينة الموصل أو في داخل الموصل. اليوم نقابة الفنانين عقدت مؤتمرها الأول بعد فراق 3 سنوات في مدينة الموصل، الحقيقة محافظة نينوى. هذا المؤتمر كان واللقاء مع الأساتذة والزملاء الفنانين في محافظة نينوى، وأيضا خلال هذا المؤتمر تم طرح كثير من القضايا التي تخص حياة الفنانين، وأيضا تخص موضوع الاستقرار الأمني ومحاربة الفكر المتطرف في مدينة الموصل ودور الفنان في إزالة فكر داعش، وأيضا كان هناك نقاش حول آلية إقامة المهرجان المركزي بمناسبة الانتصارات التي حققتها قواتنا الأمنية بكافة صنوفها وتشكيلاتها، وكان هناك أيضا نقاش حول موضوع تجديد وإصدار الهويات، وأيضا موقف نقابة الفنان المركز العام في بغداد مع أبناء محافظة نينوى وأيضا مع فناني محافظة نينوى، وكثير من الأمور الأخرى تمت مناقشتها، وتم الاستماع إلى كل ملاحظات وجهات نظر الفنانين اللي كانوا مدة 3 سنوات محاصرين في محافظة نينوى تحت الظلم والاضطهاد والخوف والتهديد بالقتل. والحمد لله كان مؤتمرنا ناجح، وحضر عدد كبير من الأساتذة والزملاء الفنانين وأيضا الشعراء الشعبيين والإعلاميين والصحفيين وكثير من المثقفين في محافظة نينوى. نتمنى أن يكون هذا مؤتمرنا يجعلنا متواصلين دائما، ونكون في خدمة أبناء محافظة نينوى وخدمة استقرار وبناء محافظة نينوى ومدينة الموصل. وأيضا الشكر العالي إلى قناة الموصلية الموقرة والأستاذ غازي فيصل الذي كان له موقف معنا في تغطية هذا المهرجان وإرسال المصورين لنا تحت شعار يد بيد لفنانين نينوى نبني الموصل من جديد حضاريا وفنيا. حضر كم هائل من الفنانين بكافة الاختصاصات إلى هذه القاعة، قاعة معتن الجميل للبنات، وتم مناقشة بالمؤتمر عدة أمور تخص المسرح والموسيقى والأوبريت والمهرجانات الغنائية، وكان الجميع متلهفين لهذه العروض. أنا أوجه شكري وتقديري لقناة الموصلية المسباقة، وأتألم أيضا في نفس الوقت على الاعتداء على الشباب الذين صوروا في مؤتمر وزير البلديات، وكنا متأسفين لهذا العمل. نحن في زمن جديد، زمن الديمقراطية، زمن النجاح، زمن التحرر، يجب أن نكون إعلاميا واضحين ونوضح كل الأمور للجمهور الذي يستمع إلينا. أيضا وجه شكري للأستاذ تحسين حداد وكل فنان حضر إلى هذه القاعة وتم مناقشة الأمور جميعها. وأيضا قبل أيام يوم 4/7 تم عرض الأوبريت الأول بعد احتلال داعش وبعد تحريرنا منهم، الأوبريت الأول وسمي أوبريت التحرير، وقام به مديرية النشاط المدرسي تربية نينوى وأخص بالذكر الأستاذ الرائع صلاح، وكذلك مدير النشاط الرياضي المدرسي والست لميس مديرية تربية نينوى، وأيضا منظمة اليونيسيف التي كانت السباقة والراعية لهذا المهرجان وأقيم في الشلالات، وكان عرض جيد بمشاركة 125 طالبة، وكذلك مجموعة شباب منظمة الحدباء، وأيضا مدرسة سادة وبعويزة وبعويزة البنات المشاركين في المهرجان، وكان مهرجان ناجح، وكان هذا أوبريت الأول، وكان من إخراجي أنا أحمد الجميل شخصيا، وتقديم وألحان الأستاذ باسم
غانم ومعن علي وحازم جلال وكذلك جماعة التشكيلي الأستاذ ليث والأستاذ أستاذ ميديان والأستاذ صفوان وكل جماعة النشاط المدني. شكرا شكر خاص لكل من ساهم ويساهم أيضا في إعادة اللحمة الوطنية اللحمة الفنية في هذه المدينة العزيزة. شكرا للأستاذ شيخ الإعلاميين الأستاذ الرائع غازي فيصل الذي لم تغمض عين الكاميرا له وكان سباق في كل المعارك وكان يبكينا في كل لحظة عندما نشاهد شاشة التلفاز. شكرا لكل الفرق الإعلامية، شكرا خاص إلى فريق الموصلية الأساتذة الأفاضل الذين حضروا الشباب إلى هذه القاعة ومؤتمر نقابة الفنانين الأول بعد التحرير. طبعا قمنا ندوة، هاي ندوة أول شيء لجمع الفنانين احبابنا، صارت ثلاث سنوات ما شايفهم، الوجوه الطيبه هاي والله العظيم انا اسعد يوم بحياتي اشوف هالوجوه احبابي واصدقائي. وهاي الندوه قمناها على مود اكو مهرجان، ان شاء الله مهرجان كلش كبير بمناسبه التحرير الموصل كامله بسواعد الابطال القوات الامنيه البطله، ويا رب يا رب هاي المدينه تبقى تاريخ ويبقى فنها، وان شاء الله ان شاء الله دائما، ونقول ان شاء الله الصفحه السوداء انطوت وان شاء الله الصفحه البيضاء موجوده وايد واحده نبقى عراقيين عراق واحد موحد، ويا رب يا رب هاي المدينه ان شاء الله الغمه انزاحت وان شاء الله دائما تكون الشمس على هاي المدينه الغاليه العزيزه علينا، تاريخها يبقى وفنها يبقى غصبا عن الدواعش ومن ولاهم. اولا تحيه الفضائيه الموصليه صوت الحق ومحافظه الموصل، وتحيه القوات الامنيه على الانجاز الكبير الذي حققوه باتجاه تحريرهن ومدينة الموصل مدينة الأنبياء، ولا يسعنا إلا أن نقدم شكرنا إلى كافة الفنانين اللي حضروا اليوم لهذا المؤتمر الجميل، ولم كافة الفنانين والإعلاميين والشعراء والتشكيليين واتحاد الصحفيين، والحمد لله والشكر كان المؤتمر كله جيد بحضور نخبة من نجوم الموصل من نجوم الفن، والحمد لله والشكر. إن شاء الله كخطوة وبداية أولى إن شاء الله جايات إحنا أكثر، وشكرنا وتقديمنا للفضائية الموصلية وكل الاحترام والتقدير إلى الأستاذ عمر ومراد والأستاذ غازي فيصل، ويا رب يطولنا بعمره، تحيات الكادر الموصلي وشكرا جزيلا. التهيئة الاستشارية بنقابة الفنانين نواج اليوم بانعقاد المؤتمر الذي التقينا بالفنانين منذ ثلاث سنوات بأن ننشأ معرض يضم مجموعة من الفنانين الذين كانوا خارج مدينة الموصل وداخل مدينة الموصل، بتزامنا بهذه الانتصارات والفرحة وأن نكون يد بيد ضد التطرف وضد التطرف التفكيري لداعش. نحن كفنانون نينوى عملنا خارج مدينة الموصل نتكلم، وأنا من الناس يعني عملت معارض داخل مدينة الموصل وخارجها، تحدثت عن المعاناة ومأساة التي مرت بها أهلنا في مدينة الموصل. بهذه المناسبة الكريمة أولا نبارك لنقابة الفنانين العراقيين فرعنينا وعلى هذه المبادرة الجميلة التي جمعت كافة الفنانين الموصليين، ونبارك أيضا لانتصارات القوات الأمنية الموجودة أيضا في محافظة نينوى وانتصارهم على قوى الشر والظلام داعش الإرهاب المجرم الذي عاث بالأرض فساتا، وإن شاء الله ستكون انطلاقة جميلة ودفعة قوية جدا لجميع الفنانين، حيث الفنانين آزروا جميع القوات العراقية بجميع صنوفها وكان لهم دور كبير أيضا من ناحية الإعلام وناحية الأناشيد أيضا، نشكرهم جزيل الشكر، وإن شاء الله إن شاء الله ستعود مدينة الموصل كما كانت آمنة مطمئنة، وسوف تعود جميع النازحين إلى ديارهم.